فهنشوف خلال الفتره اللي جايه مين اللعيب اللي هينضم للنادي الاهلي، واكيد هنبلغ حضراتكم اول باول. في المقابل الفريق بيستعد لمباراة الغد، مباراة طنطا في بطولة الدوري. هذه مباراة الهامة جدا في البطولة، واكيد النادي الاهلي واخدها بمحمل الجدية بشكل مؤكد، خصوصا ان انت خلاص بتنافس على البطولة، عايز تفرق بشكل اكبر من خلال مواجهتي طنطا والمقاولين، وخصوصا المقاولين بينافسك على المركز الاول، لان هو المركز الثاني دلوقتي. ليك ماتشين مؤجلين، هو لعب زياده ماتشين عندك، لكن في نفس الوقت لما هتكسب باذن الله، باذن الله تعالى، طنطا والمقاولين، يبقى انت كده يعني الدنيا حلوه قوي في الدوري، الدنيا جميله زي الفل. بخلاف افريقيا بقى هنمشي فيها باذن الله واحده واحده، وان شاء الله يكون الفريق موفق. بالتالي الاستعدادات مهمه من خلال مران وحيد اليوم، واحنا عارفين بسبب اجهاد السفر والرحله الطويله اللي كانت من زيمبابوي حتى الوصول لمطار القاهره، وصلوا امبارح الساعه 1 الصبح. فبالتالي التدريب الوحيد النهارده تدريب مهم جدا، من خلاله مستر فايلر اكيد هيستقر على الشكل، اللاعبين، الاسلوب اللي هيلعب بالنادي الاهلي مباراه الغد باذن الله الساعه 7:30 مساء في استاد القاهره الدولي. الامور كلها ماشيه بالشكل الجيد، وان شاء الله الفريق يكون موفق في هذه المباراه. من الوارد ان مستر فايلر يلجا لبعض الاسماء اللي كانت الفتره اللي فاتت ما بتلعبش بسبب ضغط المباريات، علشان تريح البعض الاخر اللي انت هتحتاجهم اكيد في مباراتي المقاولون والنجم الساحلي اللي هيكونوا ورا بعض على طول. فهي حسابات كلها خاصه بالمدير الفني، هو ادرى بكل شيء، والثقه كلها في الراجل ده في الحقيقه يعني، وجهازه المعاون بكل تاكيد. خليني استعرض على حضراتكم بعض اخبار الفريق النهارده. مستر فايلر هيحاضر لاعبي الاهلي بالفيديو استعدادا لمواجهه طنطا. الكلام ده هيكون امتى؟ هيكون بعد الوصول لمقر اقامه النادي الاهلي او معسكر اللي بيبقى خاص بيوم المباراه. بالليل هيبقى فيه وجبه عشاء بالنسبه للاعبين بعد العوده من او بعد الذهاب من استاد التيتش لغايه الفندق، وبعد كده هيبقى فيه محاضره بالفيديو هيتكلم فيها مستر فايلر عن بعض السلبيات والايجابيات عند فريق طنطا، وكيفيه التعامل معهم باذن الله في هذه المباراه، وده امر غايه في الاهميه. خليني اقول لحضراتكم كمان بالمناسبه، طبعا التدريب في اللحظات دي يعني، واحنا بنتكلم مع حضراتكم التدريب انطلق تقريبا الساعه 4 عصرا تحديدا. بالنسبه لوليد سليمان وقفشه عندهم فحص طبي قبل المران، واحنا هنعرف كل الجديد بعد شويه من مراسلنا العزيز المتواجد هناك بخصوص المصابين، لكن هم كان عندهم فحص طبي قبل المران. الفحص ده هيبين هل هم ينفع يلعبوا ماتش بتاع بكره ولا مش هينفع. ايا كان طبعا اتنين عناصر مؤثره جدا في صفوف النادي الاهلي، لكن ان شاء الله اللي هيبقى مكانهم هو هيقدر يسد، وهيقدر باذن الله يكون على نفس المستوى ده امر مؤكد يعني. بالنسبه لشريف اكرامي خلاص بينتظم في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا بعد اصابه السمانه اللي كانت عنده، وهو كان موجود بالمناسبه في زيمبابوي مع الفريق علشان كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه. خلاص انتهى من هذه التدريبات بعد الانتهاء كمان من العلاج من الاصابه، واصبح لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه، وده اللي حصل النهارده بالتحديد. بيشترك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا مع زمايله حراس النادي الاهلي. مستر فايلر كمان مهتم جدا بموضوع المصابين، بيتسلم تقريرا عن المصابين، واحنا عندنا عدد في الحقيقه من الاصابات موجود في النادي الاهلي، والراجل عايز يعرف مين اللي ممكن يبقى معاه الفتره اللي جايه، مين اللي هيقدر يستخدمه وهيستعين بيه في المباريات او مختلف المباريات سواء محليا او افريقيا، عشان تبقى خطته كلها يعني قدامه بالشكل الانسب. فبالتالي بيعرف موقف كل لاعب من المصابين من خلال طبعا الدكتور خالد محمود، ومن خلال تقرير طبي شامل عن حاله كل لاعب فيهم. احنا عندنا رمضان صبحي، حسين الشحات، حمدي فتحي، سعد سمير، محمد محمود، يعني حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود لسه قدامهم شويه. عندك شريف اكرامي خلاص رجع، محمود وحيدي على وشك، كريم نيدفيد لسه، بجانب طبعا وليد سليمان وقفشه واليو ديان بعد مباراه بلاتينيوم. لكن يعني المعظم طبعا من الاسماء دي، معظم ان شاء الله هيكون لائق للمشاركه سواء في مباراه بكره او بدايه من مباراه المقاولين العرب باذن الله تعالى، فيما عدا رمضان صبحي باذن الله هيبقى فيه محاولات كبيره جدا، وعلى حسب تطور حالته، ده امر مهم جدا ان هو ان شاء الله يلحق مباراه النجم الساحلي. لو حالته بتتطور بشكل ايجابي، العضله بتلتئم بالشكل المطلوب، بنسبه كبيره ممكن يكون موجود في هذه المباراه. الاهم طبعا ان اللاعب يكون سليم 100%، وده اللي اكيد بيحرص عليه كل الجهاز الفني في النادي الاهلي. مستر فايلر كمان اجتمع مع جهازه المعاون عشان يحدد خطه الفتره المقبله، وبالتحديد بدايه من مباراه الغد، وبعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه طنطا، والبرامج التدريبيه الخاصه بالفريق على مدار الفتره اللي جايه، لان انت عندك ثلاث مباريات او اربع مباريات ورا بعض هنا في القاهره، بدايه من طنطا مرورا بالمقاولين والنجم الساحلي، بعديهم انبي، وبعد كده تلعب ايه؟ الهلال باذن الله تعالى في السودان. طيب
فيما يتعلق كمان بالشحات ومحمود وحيد بيطمئن الجهاز الفني عليهم بالشكل الأكبر.